أحسن الله إليك. يقول السائل: أيهما أفضل، القرب من الكعبة بدون رمل أم البعد عنها من أجل الرمل؟ البعد عنها من أجل الزحمة أحسن من القرب منها مع الزحمة، أفضل البعد عنها مع الزحمة وتلافيا للزحمة ومخالطة النساء، لا شك أنه أفضل من القرب معها مع الازدحام ومخالطة النساء والتعرض للخطر والإيذاء. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: وهم يقولون إذا تعارضت فضيلة إتقان العبادة مع فضيلة مكان العبادة فيقدم فضيلة إتقان العبادة، هذه قاعدة، إذا تعارضت فضيلة إتقان العبادة مع فضيلة مكان العبادة فيقدم فضيلة إتقان العبادة. نعم.